بسم الله الرحمن الرحيم. برحب فيكم مرة أخرى في محاضرة علم القياس. صار لنا محاضرتين وهي الثالثة. نحكي عن موضوع اللي هو surface texture بشكل عام. حكينا عن surface roughness. والمحاضرة الأخيرة كنا نحكي عن different methods لـ surface roughness evaluation. فحكينا عن three methods. حكينا أول طريقة اللي هي RZ وسميناها 10 point height average. الطريقة الثانية كانت RMS واللي هي root mean square. والطريقة الثالثة كانت اللي هي RA the center line average height. وفهمنا المعنى الرياضي لكل طريقة من هاي الطرق. شرحنا RZ وشفنا شو معطياتنا. شفنا root mean square وشو معطياتها أيضا وشو القانون الرياضي اللي بحكمنا. وشفنا السنتر لاين افريج هايت وفهمنا كيف بتشتغل. بدنا ناخذ المثال التالي. المثال التالي اللي موجود عندي هنا في صفحة رقم 6 من شابتر نمبر 5. في عندي بروفايل. هاي في عندي هنا السامبلينج لينث اللي هو طول العين او الطول اللي صار عليه فحص للسيرفيس رفنس. الواي اكسس عبارة عن السيرفيس هايت في وحدة الميكروميتر. يعني بلش عندي أول قراءة قرأها كانت 7 ميكروميتر، بعدين 19، الشيء رجع مرة ثانية 19 عفوا 27، بعدين رجع 17، 25، 9، 3 وهكذا. إذا أنت في عندك كل واحد في عندك قراءة، فكانت عند الواحد في قراءة، عند اثنين في قراءة، في الثلاث هون في قراءة، الأربعة عندها قراءة وهكذا. اللي مطلوب مني ايش؟ مطلوب مني اني احدد ال RZ ال RTM and ال RA. نيجي نتطلع على الاكسبريشنز اللي حكينا عنهم تبعت ال RZ. ال RZ مرة ثانية قلنا انا في عندي 10 point height. بما انه انا عندي هذا البروفايل هيو مرسوم امامي، في عندي قاعدة بتحكي. القاعدة هاي بتقول انه بدي اخذ اعلى 10 بيكس من هذا البروفايل واطرح منهم اقل 5 فاليز. يعني انا مثلا بدي اجي اطلع هون، والله عندي بيك مقدارها 27 مثلا، عندي بيك مقدارها 19، عندي بيك مقدارها 22، عندي بيك مثلا 13 وهكذا، ناقص اقل 5 فاليز. نيجي نطلع على البروفايل اللي موجود عندي هون. أعلى بيك موجود عندي 27، باجي بأخذها RZ تساوي ما هيك 27 زائد اللي بعديها مباشرة بتكون 22، هاي 22 اللي بعديها مباشرة 19 مكرر، هاي في عندي هون 19 19 19، نعتبرهم بيكس هذولا. يعني هاي بيك ما في إلها فالي، مباشرة إجاني بيك وراها. فالآن بقول 27 22 19 19 19 الآن صار في عندي 5 بيكس. نيجي على أساس بدنا نطرح منهم 5 فاليز. الفايف فاليز نأخذ أقل 5، يعني مثلا في عندي أقل قراءة كانت الواحد، عندي الثلاث، عندي كمان ثلاث، عندي 7، وفي عندي 8. إذا الآن أقل 5 values حطناهم. الآن لاحظ إحنا يفترض الإشارة تكون ماينس، إنه نطرح الفالي من البيك الموجود عندي، لكن الإشارة عندك هنا موجب. ليش موجب؟ خلينا نجي نطلع على البروفايل. عندي كل الفاليوز مالهم موجودين فوق الزيرو. لما كنا بنشرح على المثال كان في عندي قراءات هون كلياتهم فوق الافرج لاين اللي اخذناه. المعنى الرياضي تبعنا شو بقول؟ بقول انه لما انا اجي على البيك الاولى واطرح منها الفالي الاول شو بحصل؟ هاي عندي انا هون بيك، وهي هون في عندي فالي خاص فيها. لما اجي اقول انا البيك
ناقص الفالي، خصوصا موجود عندي هنا ريفرنس لاين، هذا الفالي. لما اقول بيك ناقص فالي شو بده يعطيني؟ بده يعطيني المسافه بين الفالي وبين البيك، هذا هو المطلوب عندي اني اطلع. نيجي نتطلع على المثال اللي عندي اللي موجود هون. انا في عندي مثلا ال 27 فوق الخط. الان لما بدي اجي اطرح من هذا قيم البيك، بدي اشيل منهم الفاليز، بدي اخذ الارتفاع الافرج هايت. فالان انا عندي 27 وعندي هنا فوق الزيرو مثلا في عندي 3، فبيكون عندي تحت الخط القراءات كلياتهم بدي اخذهم ماينس، فبدي يصير عندي مثلا 27 ناقص الناقص، فبتصير معاي الاشاره بلس. باجي بتطلع هنا في عندي الفايف بيكس ناقص الناقص الفاليز، صارت الاشاره مالها موجب على 5، فبطلع معاي الجواب 16.8 مايكرومتر. نيجي ناخذ الطريقة الثانية اللي هي الروت مين سكوير. الروت مين سكوير معناها انا بدي اخذ الفاليو اللي امامي بغض النظر هل هي بيك ام هي فالي، وبدي اخذ مربع تبعها اجمعهم كلهم واقسم على عددهم تحت الجذر التربيعي. بلشنا في قراءة مقدارها 7، لاحظ 7 19 27 19 وهكذا. إذا بقول 7 تربيع زائد 19 تربيع زائد 27 تربيع، بظل أمشي للآخر لغاية 11 تربيع. عددهم كلهم قديش؟ لو جينا نعدهم، هاي بلشنا من 1 مثلا وانتهينا ب 18. إذا عدد القراءات عندي 18، هاي عددهم 18، بحط مربع تبع كل فاليو على 18 تحت الجذر، فبتطلع 14.58. لاحظ مبدئيا قبل ما نكمل على الار اي انه الار زد كانت قيمتها 16.8. لما اخذنا قراءات اكثر صارت 14.58، بلش العدد يقل عندي، بالتالي صار بدي يعطيني قراءه افضل، وهذا بسبب التعبير الرياضي اللي هو الروت مين سكوير، انه انا اخذت جميع البيكس الموجوده عندي، ما اعتمدت فقط على اعلى 5 واقل 5، اخذت جميع النقاط اللي تحت الكير. الان نيجي على الار اي. الار اي زي ما اتفقنا انه هي عباره عن الافرج للقراءات اللي موجوده. اذا بما انه انا بحكي عن افرج، بدي اجمع البيكس بلس الفاليز، وحكينا المره الماضيه بغض النظر عن الاشاره 7 زائد 19 زائد 27 زائد 19 وهكذا. هون في خطأ مطبعي، هاي لازم 19، هسه انتبهت عليها. وهكذا تجمع الأرقام الموجودة عندك على البروفايل، تقسم على عددهم. لاحظ الآن أعطانا 12.89. لهذا السبب إذا بتتذكر في المحاضرة الماضية قلنا الأكثر استخداما في عمليات فحص الأسطح هي كانت الـ RE، وهي هنا حكينا عنها it's generally a popular choice. الآن أنا صعب عندي أن أحسب الأريا تحت كل منطقة من هاي المناطق لأنه البروفايل مش منتظم. فشو أخذنا؟ أخذنا الأطوال، أخذنا 7 19 27 19 17 وهكذا، وعوضناهم بالقانون وأخذنا الأفرج تبع. بدي إياك تفهم شغلة واحدة، أنه أفرج لاين وين جاي. خلينا مرة ثانية، شكلها ما وصلت الفكرة هون. مرة ثانية شباب، الار زد في عندي حالتين. الحالة الأولى كانت في المثال إنه أنا لما كان عندي البروفايل هون مثلا، كان الافرج لاين وين موجود؟ بالأسفل، هذا هو سميناه الافرج لاين أو السائل اللي هو أخذنا عليه سامبلينج لين، وهذا سميناه AA اللي هو الافرج لاين. هسا أنا شو اللي بدي إياه؟ بدي المفهوم الرياضي اللي بده يعطيني الامبليتيود اللي هو قديش مقدار الارتفاع اللي موجود على البيك والفالي.
فالمبدأ الرياضي شو بقول؟ بقول أنا عندي هنا بيك وهنا في عندي فالي. لما أقول أنا بيك ناقص فالي شو بدي يعطيني شباب؟ بدي يعطيني المسافة بين البيك وبين الفالي. هاي في حالة إيش؟ إنه كانت القراءتين مالهم فوق الأفريج لاين. بما أنهم الثنتين فوق الأفريج لاين اعتبر أنه قيمة الفالي أيضا بوزيتيف. فالآن أنا شو اللي بهمني؟ بهمني الأمبليتيود. الأمبليتيود معناها مقدار الارتفاع. قديش ارتفاع هاي البيك رياضيا؟ شو بدنا نقول؟ بدنا نقول ارتفاع البيك كامل ناقص ارتفاع الفالي شو بده يعطيني؟ المسافة اللي بيناتهم. إذن هيك أنت طلعتها لما كانوا الثنتين فوق الأفريج لاين. نيجي على الحالة الثانية. الحالة الثانية إنه هي أنا في عندي بروفايل وصار عندي الأفريج لاين صار بالنص اللي هو الأي أي. الأي أي هون شو بحكي؟ بحكي إنه كل إشي فوق الخط بده يكون بوزيتيف مبدئياً وتحت الخط بده يكون نيجاتيف. الآن أنا شو اللي بهمني؟ قلنا إني أخذ المسافة بين اللي هو البيك وبين الفالي. هاي البيك وهاي الفالي. هسا أنا عندي هاي فوق الخط بدها تكون بوزيتيف وتحت الخط بدها تكون نيجاتيف. مرة ثانية أنا شو بهمني؟ بهمني المسافة بين البيك والفالي. إذا أنا قلت البيك ناقص الفالي ما راح يحقق لي مقدار الأمبليتيود. انت في الوضع الطبيعي شو اللي بدك اياه؟ بدك اياه ارتفاع البيك هذا هاي المسافه لاحظ، وبدك عمق الفالي هاي المسافه. اذا رياضيا انت شو اللي بدك اياه؟ بدك اياه مجموع المسافتين، المسافه الاولى بين الفالي والخط وبين الخط والبيك. اذا انت شو اللي بدك اياه؟ بدك اياه البيك ناقص الناقص فالي. فشو صفت معاك؟ بيك زائد فالي. الآن نيجي على السيمبلز تبعت السيرفيس رفنس، وراح ناخذ بعديها السيمبلز تبعت السيرفيس تكستشر. بدي اتفرق شباب بين الرفنس وبدي اتفرق بين التكستشر. إذا أنا حكيت عن التكستشر، التكستشر اتفقنا فيه 4 different features. كانت واحدة منهم اسمها اللي، واحدة اسمها فلو، واحدة كانت اسمها الويفنس، وواحدة كان اسمها الرفنس. إذن الرفنس هو جزء من السيرفيس تكستشر، والرفنس هي اللي بنهتم فيها من السيرفيس تكستشرز اللي موجودة. بدنا نغطي موضوع اللي هو symbols of surface roughness. ليش بدنا نغطي؟ لأنه إحنا فعلياً مهندسين ميكانيك، وبكرة بدك تنزل تشتغل وتتعامل مع رسومات هندسية، أو بدك تروح تبلش تصنع قطع، مضطر إنك أنت ترسم وتفهم العامل أو الفني إيش اللي بدك إياه. عشان ما يطول عليك الشرح، يكفيك فقط إنك تمسك سيمبل من السيمبلز اللي موجودات أمامنا الآن، وراح نحكي عنهم إن شاء الله إن ديتيلز، وترسم له إياها على السطح اللي بدك إياه. فالعامل بدون ما يسألك، لأنه هاي عبارة عن convention من conventions تبعت الرسم، بيفهم لحاله أنه والله أنا هنا بده المهندس إني أعمل له الفيتشر الفلانية على القطع اللي بده يشتغلها. طيب إذا أنا بحكي عن surface roughness، الآن لاحظ إذا بحكي عن surface roughness symbol مش surface texture، بده يكون الشكل عندي كالتالي. باجي برسم القطعة تبعتي مثلا، نقول شافت أو surface معين، وباجي بعطيه عليها هذا الرمز. الرمز طبعا عليه أحرف، طبعا هاي الأحرف بتكون مستبدلة بأرقام زي ما احنا شايفين هون A B C D E، وعندنا ال F G و C داش او C برايم. كل واحد من هاي الاحرف اللي موجود عندي هون له دلالة بتخص السيرفيس رفنس فيتشرز.
إذا أجى العامل خلينا نقول وشاف في هنا مكان الاي في رقم، شاف والله في عندي خلينا نقول 15 هيك رقم، وين جاي؟ جاي مكان الاي. إذا شو بده يفهم العامل أو الفني؟ بده يفهم إنه الار اي فاليو عندي بالمايكروميتر مقدارها قديش؟ 15. كيف عرف إنه 15؟ لأنها مكتوبة على الرمز، وهذا الرمز وين جاي؟ جاي مكان حرف الاي. إذا كل إشي مكان حرف الاي هو عبارة عن الار اي فاليو. حرف البي ماشينينج ميثود اللي هو هنا حرف البي، بجوز أجي أحكي له والله هنا ميلينج، وبكون معطيها اختصار حرف الام. بجوز اقول له تيرنينج، يعني ايش؟ خراطه مثلا، واختصرها بحرف التي. اذا كل شيء بيجي مكان حرف البي هو عباره عن الماشينينج ميثود. سي سامبلينج لينث، اذا شفت هنا عندي رقم مثلا والله عندي 50 قد تكون بالمليمتر مثلا، معناها انه انا أخذت 50 مليمتر من القطعة، جيت هنا هاي أخذت منها 50 وفحصت عليها السيرفيس رفنس، هاي كان مقدارها 50، وهاي اللي بدنا نسميها السامبلينج لينث. تمام؟ نيجي على اللي بعديها اللي هو سي برايم ريفرنس لينث. ريفرنس لينث معناها قديش انت ابعدت عن الحافة، او قديش ابعدت عن فيتشر معين وبعدين اخذت السامبلينج لينث، وهذا سمالنا يا ريفرنس لينث. ريفرنس لينث يعني بمعنى انه انا مثلا في عندي شافت بدي اركب عليه بيليا بالنص هون، وهون بدي اركب عليه بيليا، لا يعقل اني انا ارسم او انعم كل الشافت عشان اكبس البيليا. حكيناها اكبس بيليا معناها انه بده تكون البيليا ماشي براحتها في بداية ادخالها بالشافت، وبعدين لما توصل مكانها بالضبط بده يكون عندي فورسز عشان ادخلها مكانها. لا يعقل اني ابلش بالفورسز من بداية الشافت، هيك انت اولا بتخرب الشافت، بتخرب البيليا، وبتاخذ معك وقت اكثر في التصنيع وفي عملية التجميع. إذن شو بهمني أنا؟ إني أعمل مثلاً سيرفيس رفنس عالي جداً فقط مكان مقعد البيليا. السي برايم إيش معناها؟ معناها قديش تبعد من الريفرنس لاين أو ريفرنس لينث، قديش أبعد عن الحافة. تمام؟ بعدين أبعدت عن الحافة باجي بقول له والله السامبلينج لينث هذا اللي بعديها أنا، إجي السامبلينج لينث اللي بده يكون مثلاً السيرفيس رفنس تبعه 15. دي دايركشن اوف لي، اتجاه اللي، وبالعاده بيكون في له رموز، قد يكون هيك متعامد، قد يكون متوازي، قد يكون سيركولر طبعا، او قد يكون راديال. الان رح نيجي نحكي عنهم ان شاء الله، وهذول بخصوا اكثر شيء السيرفيس تكستشر، ولكن ايضا عندي بالسيرفيس رفنس انه كيف بيكون اتجاه اللي اللي موجود على السطح اللي انا بدي اعمل له مثلا سيرفيس رافينينج بشكل عام. نيجي على اي اللي هو مكان اللي موجود جنب المثلث اللي هو الماشينينج الاونس، قديش انت بدك تعطي الاونس اثناء عمليه الماشينينج. في الشابتر رقم 2 اللي كان بيحكي فيتس ليميتس اند توليرانسز. الاف roughness parameter other than RA، إذا كنت بتستخدم باراميتر غير الـ RA بدك تحط قيمته وين؟ مكان حرف الـ F، فما بيكون عندك حرف الـ A. لاحظ ما عندي A هون، إذا ما كان في A هون معناته في F، الـ F هاي راح تكون يا إما RMS يا إما RZ. نيجي على اللي بعديها اللي هي الـ G السيرفيس ويفنس، اذا كان في عندك سيرفيس ويفنس مطلوبه او لازم تكون اندر كنترول في فاليو معينه، فبيكون معطيك اياها الويفنس. والويفنس حكينا عنها انها احد السيرفيس تكستشر ايضا، وهي عباره عن المسافه بين قمتين او بين قمه وقاع، وقديش مقدار هاي الويف.
مبدئيا هذا الرمز اللي خاص بالسيرفيس رفنس، صحيح دخل معانا اشياء بتخص السيرفيس تكستشر، ولكن ايضا بتهمنا في موضوع الرفنس. الان اذا انا شفت مثلث، غير عن انه احيانا بجوز يجيني بدل مثلث يجيني زي الجذر التربيعي مفتوح، او بدال المثلث اللي موجود عندي هون يجيني شبه دائرة او دائرة. اذا كان زي الجذر التربيعي هون معناته هون السيرفيس تكستشر obtained by manufacturing processes any manufacturing process، يعني by any method turning grinding، turning معناها خراطة، grinding معناها جلخ، plating يعني زي انك تعمل coating على السيرفيس، bending وغيرها من العمليات، يعني ما بتهم اي any manufacturing process. اذا كان عندي شكل مثلث معناته هذا surface texture obtained by material removal by machining، تمام؟ اذا انا سويت عمليات machining او ازالة material باستخدام machining operations زي turning، مرة ثانية خراطة، drilling تثقيب، milling تفريز، slotting اللي هي الفتح مجاري، ايضا ممكن قد تكون في الميلينج او other machining processes، تمام؟ اذا تم استبدال الرمز اللي موجود عندي هنا من مثلث الى جذر تربيعي بكون دلالته انه any manufacturing process. اذا كان مثلث معناته بده يكون في manufacturing by machining processes. اذا كان عندي دائره بيقول لك on a surface texture obtained without removal of materials، يعني مثل الكاستنج عمليات الصب، ويلدنج عمليات الحام، procurement size surface. من الأمثلة عليها زي ما احنا شايفين قد يكون الرمز مثلا بهاي الطريقة مأخوذ على سطح العينة وقد يكون على سطح آخر، فلك الحق انك تقلبه، خصوصا اذا كنت بتحكي عن تجويف داخلي، يعني هذا لما كنت تحكي عن سيرفس خارجي، هون لما تحكي عن تجويف داخلي. فمثلا هون عندي 25، هاي ال 25 مرة ثانية تكتب ولكن الرمز اللي بكون مقلوب، كذلك نفس الشيء هنا. اذا اجى عندي في هيك حالة عندي 6.3 و1.6، ايش معناها هاي؟ يعني ار اي اوكي، بس الار اي يعني اعتمد ال1.6 ولا 6.3؟ طبعا هاي اذا اجتني الفاليو هنا مكان حرف الاي ورقمين معناها انه انا في عندي رينج بين ال1.6 وال6.3، يعني ما حكمني برقم. نيجي سريعا ناخذ السيمبلز اوف سيرفيس تكستشر. الرمز هنا شوي مختلف، لاحظ انه شوفي عندك هنا زياده اكستنشن، ومعطيك هنا دلاله كل رمز موجود عندك هنا. اذا هذا الرمز كان بيعطيني لمين؟ للسيرفيس رفنس فقط. هذا بيعطيني لمين؟ للسيرفيس تكستشر. لاحظ انه الويفنس وين موجود عندك هنا؟ بالاعلى، بينما في الرمز اللي فوق كانت مختلفه شوي. اذا كان معطيك رقم فوق هذا السيمبل معناها مينيمم ويفنس وماكسيمم ويفنس وبالمليمتر. هنا اذا كان في عندي رمز بالاعلى معناته ماكسيمم رفنس هايت، وهنا مينيمم رفنس هايت. لاحظ هاي صار في عندك ويفنس وصار في عندك رفنس، الان اتجاه اللي وهذا اتجاه اللي، هاي دلالاته. اذا كان عندي بهذا الشكل معناته بده يكون متعامد اللي، هيو لي بيربنديكولار تو ذا لاين بريزنتنج ذا سيرفيس تو ويتش ذا سيمبل از ابلايد، يعني اللي متعامد على الخط اللي انت رسمت فوقه هذا السيمبل. اذا كان مثلا اللي رسم لك اياه بهاي الطريقه زي رقم 11 معناتها بارلل، نفس الشيء بيكون اتجاه اللي موازي للسيمبل، المكان السيمبل اللي انت رسمته، وهكذا. فاذا كان اكس هون هيك شكله معناته متقاطع، لي از انجولر. اذا كان في حرف الام موجود هون معناته مالتي دايركشنال، يعني مختلف الاتجاهات. سي يعني هنا سيركولر ريليتيف تو ذا سنتر اوف ذا سيرفيس،
وإذا كان عندك حرف الـ R معناها راديال، راديال يعني شعاعي، يعني في عندك سنتر وحواليه أقواس. ومنيجي هنا منتطلع roughness width cut وmaximum roughness width، اللي هو عبارة عن العرض اللي انت اشتغلت عليه، قديش عرض المنطقة مش بس طولها. يعني احنا اتفقنا السامبلينج لينث هو عبارة عن الطول، هون عند العرض يعني قديش انت ماخذ في العرض، يعني خط خطين ثلاثة أربعة وهكذا على السيرفس.